يعني بحكم اني نسمع برشا معناها كان ريد ستار يعجبني الفيرس تاع ليفي فما من اللي هو فسخ تاع عبيد مشكي قلمي مش بحديدي اسمعني شو هو راهو في الاخر اللي احنا نسجلوا فيه قلت له راهو ممكن اكسح فيرس في الـ في الـ في الاي بي كله هو الفيرس هذا به اذويق 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 اي انا مشي معايا معناها ينجم يمشي مع ناس اخرى تختلف يختار حاجه اخرى معناها لا ثم بونش لاين نجم نتفقوا فيها الناس الكل راهو نقول لك هذا بونش لاين شنو شوت بين طياره على ناس راهو تكتب مليح فما برشا في تونس راهو صغار وكبار فما ناس تكتب بالقدا بالقدا وتسمع ساعات بونش لاين تقول زعما احلاها علاش ما جاتش عندي يعني عندك حاجه اخرى والله تتذكرها يعني فما امباير يكتب مليح يقول بونش لاينات يعجبوني برشا تحسوا هيب والله الحفاظه ما نحفظش ما عنده برشا معناها نسمع موزيكته داكورد ناستي يكتب مليح فما تيتر انتي امباير سمعت هكا كي تراتش كلام ان شاء الله افيك بليزير ان شاء الله في اللي كنتوا مع بعضكم احنا ديما كونتاكت يكلمني كل خاطر اصحاب معناها واحد وان شاء الله يا ربي سهل اذا كان فما تعاون علاش لا ناستي نجم يكون ناستي زاد كيف كيف معاكم افيك بليزير زاد وليد باهي وقاعد يقدم مليح وكل شيء كاتي بون زاد عنده برشا بونش لاينات باهين يكتب مليح فما برشا راهو مش معناها للحصر للذكر مش للحصر اسمعني شوف فما برشا ناس تكتب مليح راهو في تونس فما برشا ناس تعمل في بونش لاين ويت كاسحه اما مازلنا ما نفرقوش ما بين البونش لاين والتفرعين خاطر فما رابور ماشي في بالها تعمل في بونش لاين هو برو يخلبز وحده صحيح ثم ديز اكزامبل رسمي يا برو كوارث مش في باله هو مش نورمال وهي فشل مش نورمال يا برو هو مش فاهم الموضوع كيما شنو كي تقول انت تفرعين مثلا في وسط البار خاطر تولي البونش لاين ما عادش فاهم معنى صحيح ساعات البونش لاين ما تفهمهاش برو شنو هي جايبه فهمني باش نحكي لك خلويت جوست على الريم مشات مع الريم تحطت وكاهو نجم يكون زاد فما برشا البوا نتاع البونش لاين راهو في قله السلاح شو العاده بدا يعمل لك ستار تويل ومشي باله معناها عمل الحاجه وفما عباد يلخص لك صوره في راسك ويأولها 10000 واحد كل واحد كيفاش كل واحد كيفاش فهمت وهي ستار معناها ممكن شطرو ايماجينير شطرو لوجيك تكنيكمون وشنو فيه كلام كل واحد فهمه كل واحد مسه كل واحد وصل له بطريقه سو البونش لاين كيما البونش بالضبط اما مش تحط لي تكنيك في فلو في 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 وتحب تمرجي كل شيء في ستار برك وكما قالك ساعات ما فيهاش حتى معنى اي صحيح ساعات تسمع تيتر كامل مش بونش لاين تيتر كامل تحسه يعرف يرابي اقرب الميكرو علي ساعات تسمع تيتر راب لنا في تونس بدا ضارب مش نورمال وتحسه يعرف يرابي الرابور اما ما تستنتش حتى شيء ما فيش مينينغ ما تعرفش كوع ومن بوع ولا لا ما عرفش منين بدا ومنين فيه على شكون يحكي شنو يقصد فهم شيء حتى شيء وتبدا تسمع راهو في ريمات صحاح وشدين التكنيك معناها قول سيدي اللي يعرف يرابي وجنر... اوه ما فهم شيء وجنرال مو هذوما دي رابور مازالوا كبداو ولا دي رابور معروفين فما 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 حتى رابورة معروفة يا اخويا وتعمل في حاجة برجولية اني وصلت نعمل وحيدة ونحط موزيكا متاع رابورة توانسة باش نضحك برورة ولا بالرسمي ولا بالرسمي يا برو